احنا كنا من بداية الأحداث في غزة واحنا بنتكلم انه الأحداث الفلسطينية ألقت بظلال على الأولويات سواء بالنسبة للناخب صحيح. او الملفات السياسية او المطروحة، الاهتمام العام، الاهتمام العام بالظبط. على ما يبدو كمان دلوقتي تلقي بظلالها على الحملات وفكرة الدعاية الانتخابية. طبيعي الأمور طبيعي. هتمشي ازاي؟ الأمور انت امام استحقاق دستوري واجب. يمكن النهارده المستشار محمود فوزي مدير حمله المرشح عبد الفتاح السيسي جاوب على سؤال لاحد الزملاء الصحفيين، وكان سؤال حصيف، لما بيقول له انت في اشاعات بتقول انه تاجيل الانتخابات الرئاسيه، فكان الرد بصراحه رد منضبط لما قال له ده استحقاق دستوري، لا احد يملك تاجيله لان ده حق دستوري للمواطن وهي فتره ولايه، والان جاء استحقاقها. ده يمكن ده له علاقه بانه الشأن العام مخضب بالاهتمام بفكره القضيه الفلسطينيه اللي اندلعت الفتره الماضيه وعامله اهتمام غير عادي في الشارع وفي كل البيوت نتيجه العدوان الغاشم على قطاع غزه المحاصر المحتل، اللي بيدفع المدنيين فيه ثمن هذه الحرب الشرسه اللي هي بالمناسبه اكبر حرب بين الفلسطينيين والاسرائيليين منذ حرب يمكن 67، يمكن 67 عندما اجتاحت اسرائيل واخذت كل الاراضي الفلسطينيه. الاستحقاق هذا الاستحقاق الدستوري خلق اليوم، بدات اليوم تفاعل، حتى نلاقي النهارده المواطنين ابتدوا يتفاعلوا اكثر مع المرشحين وحملاتهم الانتخابيه اللي بدات خلاص، لانه احنا على الابواب، احنا بنتكلم ان اخر يوم لانسحاب اي مرشح يوم 15، يعني بعد كام يوم، احنا زي النهارده زي اليومين دول يوم 13 ديسمبر 18 يبدو 18 لازم يكون عندنا رئيس معلن، رئيس ناجح معلن للدوله المصريه في هذا الاستحقاق. الوقت ازف، كان مقدر أن يكون الوقت، كان في متسع من الوقت لولا اندلاع الأزمة الفلسطينية وانشغال الدولة بكافة طواقمها وأجهزتها بالانتخاب بملف غزة، لأنه في ملحمة إنسانية بتتم الآن داخل المجتمع المصري لدخول المساعدات الوحيدة لقطاع غزة المحاصر. القضية الفلسطينية ألقت بظلال على ملف الانتخابات الرئاسية والسباق، نعم ألقت بظلالها. يمكن ده اللي كان ده، وده يمكن أحد العوائق أمام الحملات الانتخابية، إنه هل سيتجاوب المواطن تجاوب كما ينبغي وكما كان هو متوقع. أتصور إنه الفترة الجاية ممكن إن شاء الله تعالى يكون في وقف إطلاق نار لتهدأ العملية، طيب. عملية الحرب، ممكن، أنا بقول ممكن، لأن مصر ضغطت في هذه المسألة وابتدى العالم يتجاوب مع الدعوة المصرية. دي إشارة من حضرتك لفكرة المشاركة، لكن برضو في نقطة مهمة، إن كانت الحملات الانتخابية هتبقى يعني أمام نوع من أنواع، مش عايزة أقول التعليق، بس التقليص في الأنشطة، صحيح، لأن كل مرشح أكيد يجد غضاضة في إنه ينفق الأموال ويظهر بشكل كبير، فيما على إنه استحياء، الأشقاء على استحياء، يعني هو يستحي. بالظبط، ولذلك جه قرار حملة شفناه المرشح عبد الفتاح النهاردة. السيسي النهارده، وده كان قرار صائب جدا، ان هو يعني طلب وناشد وقرر انه اي تبرعات هتجيله تروح الحدود للأشقاء، الدنيا تروح لحسابات حياه كريمه والجمعيات الاهليه والتحالف الوطني، عشان تدخل في حزمه المساعدات الانسانيه الكبيره جدا لقطاع غزه. يعني في استحياء انساني من المساله. بالظبط.